طيب زي ما قلت لحضراتكم كل يوم بنتابع الفرق اللي بتبدا فتره الاعداد او اللي لسه بتبدا فتره الاعداد. امبارح جبنا لحضراتكم فريق الطايره سيدات، النهارده السله سيدات، كيفيه استعداداتهم للموسم القادم. موسم صعب زي ما قلت لحضراتكم، لانه النادي الاهلي الحمد لله والشكر لله في كل الالعاب تقريبا فاز بكل حاجه باستثناء يعني خمس ست بطولات في كل الالعاب. فعشان كده بقول لحضراتكم هو الموسم اللي جاي موسم من اصعب المواسم على كره او على الرياضه في النادي الاهلي. فريق كره السله سيدات في النادي الاهلي الحقيقه بيضم عناصر مميزه وواعده جدا وبيحققوا بطولات واسعدونا الحقيقه في الموسم الماضي. فريق البنات في الموسم القادم هيكون يعني كما العاده ان شاء الله عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي اللي بيتابع وبيدعم كل الالعاب. هنشوف اللقاءات مع بنات السله وتقارير عن استعدادات فريق كره السله سيدات بالنادي الاهلي للموسم الجديد. الاسبوع الثاني في فتره الاعداد بتاعتنا، استعدادنا زي اي سنه بنعمل قياسات بدنيه اذا كان في جيم اذا كان في تراك انديفيدوال، حاجات مهاريه في ملعب كره السله، نرجع بس نفكر الولاد بالسنس الكوره واحده واحده. احنا عندنا بس هي ازمه، انت عارفه ان احنا عندنا حوالي 8 لعيبه منتخب، اربعه في منتخب مصر الاول واثنين في منتخب 3 على 3، واثنين رجعوا من منتخب 19 انضموا لينا بس جالهم كده ماتشات 3 على 3 ماتشات مع منتخب الاردن. فاحنا بنمرن خمس لعيبه وباقي الصغيرين من فريق 20 سنه كله بالكامل موجود معانا بندعمهم، وفي نفس الوقت يتعودوا على الدرجه الاولى، نقدر نختار منهم على مدار الموسم حد يكمل معانا او يلعب ماتشات وديه. ده البيزك الاولاني بنشتغل عليه، بنحط تارجت للولاد، احنا كنادي اهلي مطلوب مننا ايه، عندنا ايه السنه الجايه، عندنا خمس بطولات محليه وعندنا بطوله افريقيا ان شاء الله، التارجت بتاعنا احنا عايزين منهم ايه، بنغرزه في الولاد من اول اجتماع، النورمال بتاع كل سنه بس مش اكتر يعني. والله طبعا السداد هيكون اكيد اقوى من السنه اللي فاتت، كمان السنه اللي فاتت كان عندنا هدف ان احنا طبعا كنا جايين الموسم اللي قبليه ما كانش احسن حاجه، بس طبعا قدرنا السنه اللي فاتت الحمد لله ان احنا حققنا خمس بطولات، خمسه من خمسه. طبعا السنه دي هيبقى اصعب بقى من السنتين اللي فاتوا، لان انت طبعا عملتي تارجت كبير قوي مطالب منك ان انت تحافظي عليه، بلس ان انت كمان هتطلبي افريقيا، داخله افريقيا كده كده، فطبعا الناس كلها هتبقى عايزه ان انت تكسبي، فهتبقى خدتي سته من سته ان شاء الله، يعني يبقى لينا نصيب. فطبعا السنه دي موسم تحدي اكتر من السنه اللي فاتت واللي قبلها. طبعا احنا مقسمين يعني مرن فيتنس مع ياسمين اللود مع كابتن اكرم، بس بنروح تراك والجيم وهنا شغالين اندفيدوال شويه وسبيسنج وبتاع، بس لحد ما بقيت التيم يجي، لان بقيت التيم في المنتخب بس، فشغالين يعني اندفيدوال لحد دلوقتي لحد ما ان شاء الله ما نتجمع كلنا، ساعتها بقى نشتغل حاجه بقى التيم ورك مع بعض سواء ديفنسات او كده. السيزون اللي فات احنا كنا السيزون اللي قبليه خسرنا كذا بطوله، كنا عايزين الجمهور ان احنا لازم نرجع ببطولات ونكسب الخمسه، الحمد لله كنا قد يعني قد المسؤوليه والحمد لله يا رب نكون فرحناهم، وان شاء الله السيزون ده يعني خلاص بقى، يعني السيزون اللي فات كان بلا هزيمه، فان شاء الله السيزون ده يبقى برده بلا هزيمه وان شاء الله ناخد البطولات ونبسط الجمهور. والله احنا لسه بادئين بقالنا اسبوع، كنا طبعا كل حد لوحده الفتره اللي فاتت في الصيف، لازم طبعا يشتغل على نفسه، الحاجات اللي محتاج يحسنها في نفسه البدني طبعا لازم نشتغل عليه، فكنا مجهزين بحيث ان احنا لما ننزل التمارين نبقى كله جاهز. في طبعا جزء مننا في المنتخب بيلعبوا بطوله وان شاء الله قربوا يجوا، فاحنا لازم نبقى جاهزين عشان اول ما يرجعوا نبقى كلنا في نفس المستوى ونقدر نتمرن يعني بشكل كويس للبطولات الجايه ان شاء الله. والله احنا يعني جمهور النادي الاهلي ده احسن جمهور في مصر، واحنا بنشكره جدا على دايما دعمه، وبنطلب منه انه يبقى دايما واقف معانا ودايما موجود في الماتشات، واحنا ان شاء الله يعني على ان شاء الله نبقى يعني نوصل له رساله كويسه وان احنا نبسطهم دايما ونكسب البطولات الجايه ان شاء الله.